مش قلنا مليون مرة الشعر ده يتغطى؟ قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ انت فاكر ان دي نظافة؟ طبعا، ما انتوا متعودين على الاكل مع الكلاب والقطط في الشوارع. تعرفي لو رجعت ما لقيتش الحاجات دي اتنضفت زي ما مزاجي انا عايز، انا هزرق لك جسمك وانت حافظاني كويس، مظبوط؟ بتبص عليا يا بنت، عايزه ادخل اساعدها. ادخلي ان شاء الله تقول عند الاثنين. قومي يا بنت. قومي يا بنت. لا يا بنت قومي. لا ما تقومي يا بنت، انا مش ناقصاكي. بقالنا 3 ساعات قاعدين بنلف في الشوارع، ممكن اعرف انت عايز تروح فين بالظبط؟ انا عايز اشوفها. تشوف مين؟ اوعى تقول لي زينب. عارفه ازيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ الالف يعني احبك، والزين زي الهوى، واليه ياه، والكاف كنت فين من زمان. أنا بركن عربيتي قلت يا محاسن الصدف، العبارة دي ساكن فيها صبري. وطبعا كنت هتعدي عليا. أكيد طبعا. يا أخي الدنيا دي صغيرة بشكل. إيه أنت ما تعرفش كده ولا إيه؟ طيب مش تعرفني بأصدقائك؟ دي رولا. رولا شابة موهوبة جدا ومحتاجة تشجيع. تعرفني زي ما تعرف إلهام هانم بالظبط، يعني محتاجة للقدوة للي ياخد بإيدها. جميل، طبعا جميل جدا إن احنا نشجع المواهب الجديدة لأن البلد محتاجة المواهب. صبري. معلش عبد الله، أنا بصراحة مش قادر أسيطر على إحساسي. إحساسك بإيه؟ إن أنا قفشتك. عبد الله معلش ثانية واحدة. معلشك. الله يا عبد الله، طب مش تعرفنا؟ مدموزيل رولا سيادة اللواء صبري، ده يبقى اخو مراتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. على فكره انا برضو زي عبد الله بحب اشجع المواهب الجديده. يا سلام. تعالى من اذنك عبد الله. انا حاسه ان انا بعمل لك مشكله. الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا مشكله ولا حاجه. طب والنبي فهمونا، احنا اصدقاء بس. رولا احنا كبار قوي، مش محتاجين ان احنا نفسر علاقتنا لاي حد. وبعدين على فكره بقى صبري ده طيب قوي، صحيح هو نبط تنبطين كده لكن خلاص. اكيد